لو خيروني بين قضاء ديني أو معرفة الله، يعني واحد يدلني على كيف السبيل إلى قضاء الدين أو كيف السبيل إلى معرفة الله، بالله عليك ماذا كنت ستختار؟ بدون كلام، أقعد فكر، لا تجيب الآن، اترك الجواب لنفسك، لكن إن شاء الله أنا سأقول لك ما كيف السبيل إن كان لقضاء الدين أو إلى معرفة الله. نعم، بلغ عني ولو آية، ستعرف كل شيء، كل شيء بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى ستعرف كيف تقضي دينك، ستعرف كيف تتعامل مع الله جل في علاه. نعم، ستعرف الله من خلال بلغوا عني ولو آية. نبدأ على بركة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الدين يقضى بالاستغفار، تراكب أو تراكمت عليك الديون والهموم والغموم بسبب ذنوبك، توب من هذه الذنوب التي حولها الله عليك لهم، دين، مرض، ذل، هوان، حروب، تشتيت. هذه الذنوب حولها الله إلى قطيعة أرحام، حولها الله علينا إلى ذل وتخلف، وأن نسير في ذيل الأمم أو في ذيل المجتمع. نعم، هذه هي الذنوب، إلزم الاستغفار. ويقول مولى عز وجل: فقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فإن غفر الله جل في علاه يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء علامة المغفرة، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي سورة هود: وأيا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فالحياة الطيبة وقضاء الديون والهم والكرب هو في الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله. نتوب إلى الله، لا تبقى في جدال، لا تبقى في جدال، فقط إلزم الاستغفار ورددها بإكثار، ردد الاستغفار بإكثار، أتبع السيئة حسنة، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. نعم، استغفر الله، هذه كبيرة جدا عند الله. نعم، هذه يريدها الله منك، الإلحاح، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. كل من يقول كلام على هذه السرعة فوالله هو لا يعرف شيء عن الاستغفار، وليس ولا عنده حتى حقيقة الاستغفار، وليس عنده قصة مع الاستغفار. نعم، الآن معرفة الله جل في علاه، قلت لك كيف تقضي دينك، اترك الذنب، اقبل على الله. طبعا احنا نلزم، نحن نتكلم عن الفئة المصلية التي تصلي وتخلط الحابل بالنابل، يعني تخلط الحسنات مع السيئات، مع الغيبة، مع النميمة، مع السم، مع الشتم، وضاع يعني راح عن تفكيرها الأحاديث التي تنسف كل الأعمال. يا رسول الله إنها تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها في لسانها. قال: لا خير فيها فهي في النار. وحديث المفلس الذي صام وصلى وحج وزكى وعمل من الخير الكثير لكنه سب هذا، شوف الخلق السيء، لكنه سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فخلاصة الحديث أكبه الله في النار. والذي الثالث الذي إذا خلى في محارم الله انتهكها، يعني ذنوب الخلوات. نعم، والرابع هو: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. اعلم أخي الكريم إن من أكبر الشكر هو أن ترد فضل الله عليك لله، هنا تبقى شاكر وتقول: كل نعمة من عندي، كل نعمة بي هي من الله، والفضل كل لله، وما أصابكم من خير فمن الله. وإذا جاء يعني أي شخص عمل لك شيء طيب
فالله الذي ساقه إليك، فترد الفضل أولا لله. نعم، إذا عالجك طبيب ترد الفضل أولا لله ثم تقول وللطبيب، الفضل كله لله ثم لمن ساعدك. نعم، هكذا هو الشكر. فإن شكرت الله وتبقى على ذكر، تبقى على ذكر، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني صلى في سورة البقرة في قيام الليل والنساء ثم آل عمران حتى تفطرت قدماه، فقالت له سيدنا عائشة: يا رسول الله، يعني لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالشكر هو أن تبقى ذاكرا لله وترد فضل الله عليك لله وليس لنفسك. تقول: أنا التاجر، أنا الشاطر، أنا المتعلم، وليس لغير الله. فهمت؟ فهنا أنت تخرج من دائرة العذاب. وعنشان يستجيب الله لك، سنستجيب الله لك، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن منكر، ولشكن الله يسلط عليكم عذابا لا يرفعه، تدعونه فليستجيب. الآن كيف نعرف الله جل فيه، ولا كيف أحقق كل هذا في أمور صعبة من هذه الأمور إنها تتحقق؟ أنا إنسان نفسي بشرية ميالة، النفس أمارة بالسوء. نعم، نفس وهوى وشيطان يأمر بالفحشاء وكل هذا. كيف السبيل؟ كيف أعرف الله؟ عرفت كيف بتسد دينك وترفع عن نفسك كل شيء؟ بالتوبة والرجوع ولزوم الاستغفار بالليل والنهار. 30,000، 31,000 ليس من باب التحديد، من باب الإكثار. وتستغفر وتستغفر وتطلب المغفرة إن شاء الله، حتى يرفع الله عنك 5 أشهر، 4 أشهر، 6 أشهر، 8 أشهر، سنة، حتى يفتح الله لك. من وراء الأمر حكمة. إذا تأخر الله، إذا أخر عليك، لكن أنت تفقد كل شيء، قطعة أرحام، غيبة، نميمة، مسلسلات، طلاء، تكشف، عري، ما بتعرفش الله، مش عمال تقبل على الله، عمال فقط يعني أنت يعني مش عارف شو بتعمل. فهذا مهم أنك تعرف أنك شو بتعمل، أنت عمال تطلب المغفرة بالاستغفار هذا. طيب، معرفة الله جل في علاه لن تتأتى من دون سورة البقرة. أنت قد تعرف أوامر الله جل في علاه، عشان هيك أنت بتتفنن. ومشايخنا جزاهم الله خير، ما في عندن حل إلك، ما فيش حل. تقول له أنا ساقط في الإباحيات، بقول لك عليك أن تترك. طيب وشو الحل؟ طب ما أنا بشكولك، فضحت حالي أمامك، بين لي شو الحل. ما في عنده حل، عليك أن تنتهي، هيك بقول لك. طيب أنا ساقط في الربا، لا أستطيع أن أعيش بدون هذه القروض، يعني شو الحل؟ عليك أن تنتهي. طيب، علي أمور كثيرة أنا مغموس فيها، لربما حب الأنا وحب الذات وحب الظهور وحب كل هذا. طيب كيف أنا أختار؟ لربما أنا وأنت والشيخ معانا هذا الشيء، أنا أخذت 3 دكتورات في 3 مواضيع أساس أن أكون أنا أفضلكم من باب حب الظهور. طيب كيف أنا بدي أنتهي من هذا الأمر؟ كيف أنا بدي أنزع كل هذا الأنا من صدري؟ نعم، كيف أعرف الله؟ أنت بتعرف أوامر الله، أنت بتعرف تصلي، أحكام الصلاة، أحكام الحج، أحكام الوضوء، أحكام 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 أحكام. نعم، تعرف تطربني في كلام طيب، بتعرف أنك أنت تذهب إلى الصحابة تقرأ سير الصحابة، وسير جميلة جدا جدا. ما لا نعيب طبعا، إحنا بس من نبدأ بين أنا وين الخلل، أين هو الخلل بمعرفة الله. نحن نذهب نقرأ عن سير الصحابة، جميلة سير الصحابة، ما شاء الله تبارك الرحمن، لازم نعرف سيرة الصحابة، لكن كيف التطبيق؟ فيش بتطبق يوم، يومين، أسبوع، ينتهي، تفشل، انتكاسة، تنتهي من الغيبة النميمة، أسبوع، أسبوعين، تنتكس، تنتهي عن الإباحيات، أسبوع، أسبوعين، تنتكس. وبعدين ما هو أنت مش عمال لا يمكن، إذا نور الله لا يهدى لعاصي، فكيف تعرف الله وأنت عاصي؟ كيف؟ فكل شيء من باب كتابه كتنظير، والله لا ينفع الأمة بشيء. عشان هيك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية.
في هذا الزمان الآية دك تعيشها تطبقها. طيب أنا في أشياء لا أستطيع أن أطبقها. عشان هيك الاستغفار هذا اللي بيستهتر فيه أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الذي يستهتر فيه هو أول مفتاح تطرقه وأول مفتاح يفتح الله لك به مغاليق كل شيء. يريدك أن تستحضر قلب، هو ما استحضر قلب، لا يملك حقيقة الاستغفار، فهو يقول لك استحضر قلب أو استحضر ذنب أو هكذا، كل كلام. ليش؟ لأنه ما في عنده نتيجة، ما في نتائج، ما فيش نتائج. يعني ما يعني اللي راح يستغفر استغفر أسبوع أسبوعين ما زبطتش معه، رجع قال له يا شيخ ما زبطتش، قال له لازم تستحضر الذنب. راح استحضر الذنب يوم يومين ما زبطش معه، رجع قال له لازم تستحضر القلب والذنب، ما عرفش يستحضرهم، فيش ما رجعش عند الشيخ والشيخ ما حلش مشكلة. يعني أنا لازم نبين هذا الأمر. وفي ناس كثيرة تطرب على الخطب، تطرب على الكلام، زي اللي بدهن سيارة وفيهاش بطور السيارة، بدهن سيارة بلمع السيارة وبجمل السيارة ولونه ألوانها جميلة زاهية وما شاء الله، لكن ما فيش مطور بالسيارة، ما السيارة بتمشيش. ما هي الأم همداني خرباني ميتي أمة الإسلام، بتجمل 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 بإيش؟ يعني اليوم سبحان الله، يعني سفرت بدي أكل يا جماعة، بدي أكل بدي أكل بدي أكل، بديش أكل، بتفوت على مطعم بريت البلد، يعني كل ما كل مكان بتفوت على مطعم، بتفوت على دكانة ملابس، بتفوت على دكانة موني، بتفوت على وين ما تفوت، موسيقى موسيقى ديسكو يا أخي، ديسكو أقسم بالله ديسكو. لك يا أخي إحنا شو مهسترين يا أخي، إحنا نحن لا نستحي. بيش تستنى؟ بتستنى النصر؟ يعني أي نصر؟ أمي 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 أمي, أمي سكراني، أمي هي في حالة يا جماعة. لا وبيجي بيطبطبولها إنك أنت يا أمها تحت البلاء، أصبري أصبر أصبر أصبر، موعدكم الجنة آل ياسر. إنما وعدكم الجنة آل ياسر. يا جماعة الخير، إذا بتقوم لقيامة إسا الله بدبنا كلنا بالنار، كلنا بدبنا بالنار، بدبنا كلياتنا بالنار. يا جماعة إحنا جماعة لا نعرف الله، إحنا منطرب على الخطب. إحنا بدي أنا واحد شخص زيي يقول لي أنت من أهل الجنة، خلص وأخذها منه كرت وكأني أنا خلص صرت بالجنة، بديش أشتغل بديش أعمل بديش أتوب بديش أقلع عن الذنوب بديش خلص، وكأني مسحور، كأنهم سحروني أعداء الله، كأنهم سحروني، يعني صرت أطرب على أنغام الناس تقطع وأشلاء في كل مكان، أمي همداني. يا جماعة إحنا ناس عجيبين سبحان الله. إلزام الاستغفار أخي الكريم، لأن الله لا يعذب مستغفر، وهذا من باب العذاب، لربما عذاب، لربما مزوج لمن تاب في بلاء، أو لربما حكمة يريد الله أن يبين، فعندك بصيرة تنظر فيها، عندك بصيرة تنظر. لكن الحمد لله رب العالمين، الاستغفار يوما ما ستجد إن الظالمين ضربهم الله بعضهم ببعض. ليش؟ أول إشي طبعا بفضل الله ما قامت هذه القناة إلا لأني فضل من الله، يعني والفضل كله لله، يعني قلت إن هذه الأمة تعذب بالذنوبها، فسنلزم الاستغفار، وكل من لزم الاستغفار معنا بنية المقايضة، نقايض الله أن يرفع الغمة عن الأمة وعن مصر الحبيب وعن أنفسنا، وأن لا يجتمع الظالمون تحت سقف واحد. وإن شاء الله الله بيعرف شو النوايا، والله جل في علا نرى البوادر إن شاء الله مع كل المآسي، لكن سيغير الله جل في علا، سيغير. ليش أنا بقول لسورة البقرة؟ طبعا إحنا لسورة البقرة دور كبير في معرفة الله، عندما تبدأ تعرف الله جل في علا
طبعا هي معرفة طلاب تبدأ إشارات من عند الله تصلك بتخصك أنت. أول باب لازم كل الإيمان لازم يكون له حقيقة. ما هي حقيقة إيمان كل المسلمين الآن؟ شو حقيقة إيمانك يا أخي؟ بالله عليك اسأل نفسك، في بينك وبين الله سر؟ يعني أنت كنت زي الصحابي، صحابة رسول الله كانوا يروا رسول الله، يعني الماء يتدفق من بين يدي رسول الله، كانوا يسمعوا الحصى يسبح بين يدي رسول الله، كانوا يروا جبريل عليه الصلاة والسلام، كانوا يروا كانوا يسمعوا رسول الله السلام مسح على شاة صغيرة فحلبها بعد أن مسح عليها، وشرب جمع من الإخوة من الصحابة مع رسول الله، جيش كامل 1000 عداء يأكل من فتات ويشبع يبقى الأكل على ما هو، رأوا في حقيقة، شافوا أبو الدحداح يبدي البستانه 600 نخلة مع بيته مع بئره في نخلة في الجنة، ورسول الله السلام لا زال مطارد في الجنة داخل 600 نخلة. ماذا عرف عن رسول الله؟ ماذا عرف عن الله جل في علا هذا سيدنا أبو الدحداح؟ وعندما عاد إلى زوجته ما قالت له شو عملت؟ قالت له ربح البيع أبو الدحداح، ورسول الله السلام يقول له كم من عرق رداح لأبو الدحداح في الجنة. ماذا عرفوا؟ وانت شو بتعرف؟ تاجر، تتاجر في الدين، تبيع الدين في عرض قليل، قرض ربوي، بغناء، برقص، بحفلة، بتبيع، مش مراقب لله، مش مهم، كله الصغيرة والكبيرة عندك متساوية، الصغيرة والكبيرة متساوية. يعني 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 قطيعة أرحام على ربا، قرض ربوي، وبدي أجدد السيارة كمان، يعني مجبور أخذ كمان قرض، بدي أسافر كمان، ولا تأبه بشيء مع قطيعة أرحام. طبعا ما هو الربا الله فأذن بحرب من الله، فالله بشتت العائلة كلها، فالعائلة تنضرب ببعضها بعض، والديون تبقى متراكمة على أصحاب الربا، بخلصوش أصحاب الربا، بخلصوش، ما بخلص الربا، هكذا حرب من الله، سقط لا ينتهوا، ما بيعرفوش الله، يعرفوا أمر الله، ممنوع 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 ممنوع، عشان هيك بتفلتوا، بروح بسألوا كيف الحل؟ فيش حل، الحل مش موجود عند الشيخ صراحة، يعني ما في، أنا بسمع مشايخ كبار صراحة فيش حل معهم، ما في حل، عليك أن تنتهي. طب أنا كيف بدي أنتهي؟ ماني فاضي حالي قدامك مش عارف أنتهي. إخوتي الكرام، والله هذا كلام نقوله للمشايخ، إذا علماءنا لم يأخذوا بهذا الكلام، وأنا مش شاطر طبعا، هم يعني يفوقوني ملايين الدرجات في العلم، لكني عشت آية، والرسول عليه السلام قال بلغوا عني ولو آية، والرسول عليه السلام قال من كتم علم ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، فأنا من خلال آيتين أريد أن أبينها لمشايخنا الكبار أن يحملوهم محمل الجد، ولا يقولوا ثبت ولم يثبت، وإلا الله سيحاسبهم بأنهم سمعوا ولم يعملوا. نحن ما حددنا ورد ولا شيء، عشنا هذه الحقيقة وقطفنا ثمارها، والمتابعين قطفوا ثمارها كما قطفنا، والحمد لله رب العالمين. الاستغفار مفتاح، عندما تلزم الاستغفار كل يوم 20-30، احنا انا لزمته ب30,000 استغفار بصيغه استغفر الله بدون صوت لسان وشفتين استغفر، وما حددتش ورد عشان ما حداش يفوت، لم يثبت، ياخذ ويعمل. فقضى الله عني دين اكثر من 80,000 دولار، وابطل عني السحر كسر ظهري، واموري تحسنت وتيسرت اموري، والمتابعين اخذوا بهذا الامر وبداوا يجدوا، كل من شمر منهم وجد كل حرف نطقت به. الان ننتقل الى بلغ عني ولو ايه، ومن كتم علم الجمه الله بلجام من نار يوم القيامه، سوره البقره عندما اخذتها، ومن باب الصدفه يعني اول يوم قراتها مره، وثاني يوم قراتها لمده لربما شهر ونص، من باب الصدفه 4 مرات كل يوم، أنا إنسان مستقل بشتغل في محلي، فبدأت أقرأ 4 مرات 4 مرات 4 مرات، مش على جلسة واحدة، ما بحددت إشي، لكن بدأت
أغير، كنت أقرأها من الموبايل ومن المصحف، من المصحف والموبايل، بالداخل البيت وخارج البيت، في المحل وغير محل، هكذا حتى استقر الأمر أني أنا أقرأها. ليش؟ لأنه زوجتي كانت تقرأها في البيت من الموبايل وده خارج البيت، فكنت أظن أنها يعني تقرأها في البيت، فكان يحصل هجوم في البيت، فكنت أعرف أنه لم تقرأ سورة البقرة كاملة في البيت، فكنت أرجع وأقرأ سورة البقرة في البيت، فهكذا تنحل المشاكل عشان أعرف كيف. ثم بدأت أقرأها بصوت، بصوتي يعني أسمع نفسي، فبدأ قلب هيك يلين، الصوت حتى يتغير، والنفس يعني أنا أقرأ فضل من الله، كل قراءتي لو بدي أقرأ 10 أجزاء الآن بصوت، هذا فضل من الله، من بركة سورة البقرة تعود صوتي أني أقرأ بصوت، أقرأ صوت أنا سامعه، مش هيك صوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هكذا صوت، 5 أجزاء 6 أجزاء 7 أجزاء 10 أجزاء، لا حتى بتخربط إذا بقرأ بدون صوت بتخربط. فأخذتها 4 مرات. طيب شو صار؟ يعني أنا مخذها من باب سمعت حديث لرسول الله، أول مرة بسمعه، أول مرة بسمع، بيبقى 28/9/2019، اقرأ البقرة فإن أخذ بركة وترك حصر لا تستطيع البطلة. نعم، لكن الحديث الذي يقول إن الشيطان لا يدخل، هاي كنت أعرفه، لا يدخل البيت كنت أعرفه. طبعا رغم هذا كنا نقرأ مرات، طبعا هي طويلة، هي مهلكة، كانت بالنسبة لي يعني كنت أقرأ آية، يعني يا جماعة آية آيتين، قلت يا رب إن شاء الله تيجي أيام طيبة وصير أقرأ أكثر، كنت أفتح المصحف أقرأ آية وأغلق المصحف، يا رب إن شاء الله تيجي أيام طيبة وأقرأ أكثر، هكذا. وفتح الله علي بسورة البقرة، وأخذتها مش مرة، 4 مرات بعد ما سمعت هذا الحديث، وبدأت شو بعرف يعني شو بده يصير، لم أعرف ماذا سيحدث. بدأت أجلح السقطات يا جماعة لوحدها، هكذا تعرف كيف، يعني زي الواحد غاصة في وحول، وهناك يعني شو بقولوا له كل بلد يعني مصورة ماء عم تنزل عليك ماء، فبدأت تساقط هذه الوحول عنك، هكذا الذنوب بدأت تتساقط عني وتتطاير عني أنا، يعني السقطات التي عشعجت فيه سنين عشرات السنين بدأت هكذا تتطاير عني. طبعا تباعا أنا أقرأ وهي تنزل، بدأ الشغف أول شيء يخلص، كنت أفكر بأمور بدي إياها وميت عليها ومستميت عليها، بدأت تتغير خلاص. يعني أنا كنت أشهد مثلا لناحية اليسار وشدتني سورة البقرة إلى ناحية اليمين، يعني أخذتني إلى مكان آخر ما كنت أنا عارف أني بدي أروح إلى هذا المكان، طبعا هو المكان والقرب من الله جل في علاه. وشوي شوي بدأ في حب جلوس مع كتاب الله، نعم جلوس كل اليوم أنا قاعد في المحل، يعني جالس في المحل أو في البيت، كل يوم جلوس. بدأت الأمور تتغير، تفكيري يتغير، همي يتغير، أموري تتغير، فكري يتغير، صوتي كان واطي وفيه حياء، بطل في حياء، مش حياء يعني حياء يعني أني بتخاف أنك هيك تتلعثم أو بتخاف أنك أنت ما تعرفش تحكي. يعني إذا بتنتبهوا الآن ترجع دروس الفيسبوك القديمة قبل ما تفتح القناة، فكنت حتى مرات أطلع دروس بدون ما أوقف على الكاميرا، كنت أصور هكذا يعني مناظر وأتكلم قليلا. فالفضل كله لله. فسورة البقرة فيها شيء يدفعك إلى تكلم يا عبد الله، يفتح الله عليك في العلم، يفتح الله عليك في العطاء، يفتح الله عليك بالحكمة، يفتح الله عليك بترك الذنوب. طيب أنا ليش بقول لك أنت لن تعرف الله إلا بسورة البقرة؟ ما هي شلحتني ذنوب ما عرفت أشلحها كل عمري، ما خليت يا جماعة قيام ليل، صيام 2 وخميس، صلاة في جوف الليل، صدقات،
سمي ما تشاء من أعمال البر، حجينا وتصدقنا وعملنا وكفلنا يوما ما يتامى والحمد لله رب العالمين، ما تغير شيء لورا. نعم الآن ما هو ما الاستغفار، ما هو ده فهمك إشي، ليش بتقول أنا لا أستطيع أن أترك الربا؟ ما هو أنت ما الاستغفار، ما هو الله اللي ركب عليك كل هذه الديون لذنوبك، فأنت لما بتبلش التوب فالله بيبدأ يرفع عنك الديون وتقضى عنك الديون، فأنت مش بحاجة إلى بنك، شوي شوي أنت مش بحاجة إلى بنك، خلص خلصت، ما بدنا بنك، نعم ما بدي فيزا، ضلك ساوي فيزا وخليك جوعان، خليك أركض ورغيف الخبز يركض. فالاستغفار رفع عني الدين الله فيه، وخلصت من موضوع رايح جاي على البنك، في رزق الاستغفار، في أموال، في حياة طيبة كريمة. سورة البقرة فيها أن تمنعك أن تعود إلى السقطات. جماعة أقسم بذات الله، أقسم بالله العلي العظيم، بفوت على المطعم هذا اللي بحكي عنه مثلا، أي مطعم بفوت عليه فيه غناء، أقسم بالله يعني إشي يتمزق فيه من الداخل، يعني بصير وجهي يقطر سم والله، يعني إذا بيبقى الأكل طيب وكل إشي بصير وجهي يقطر سم من هذه الغناء، يعني إشي قرف يا جماعة، بكره الغناء هذا، كره العمى، بكره المسلسلات، بكره من الله، من سورة البقرة، بقرف من التدخين، كنت أدخن أنا، كل ما يغضب الله صرت أقرف بإذن الله تعالى. ما كيف أنا بدي أخلص من الإباحيات وأخلص من السقطات؟ إحنا أمي يعذبنا الله، إحنا أمي يعذبنا الله بأيدي أعدائنا، والله والله سيطأ رؤوسنا إذا لم نترك الذنوب، والله سيشتتون ويرمون في البحار، فرموا كثير منا في البحار إذا لم نترك الذنوب ونتوب إلى الله. نعم في هداك أشياء لا تستطيع، لكنك تستطيع أن تقرأ سورة البقرة. ضلكاش مدلل أمك، اللي مدلل عند أمه يما عمل ليلي ويما عطيني، بدك تضلك عند أمك مدلل وتقول لي هجوم شياطين، مش هجوم، بدك تدفع ثمن، بدك تدفع ثمن. نعم أنت ضيعت أشياء كثيرة، الله بده يبين لك إنه أنت لازم تجتهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. حبيت أقرأ هذه الرسالة يعني سبحان الله، بس تفضل. هذا الأخ يقول القصة الأولى في مايو 2020 الشركة، يعني الشركة في مايو 2020 الشركة أن تفصلني واستبدلت استبدالي بتكلفة أقل، فصلوا من الشغل واستبدلوا بعامل أقل أجر وأكثر كفاءات، فصارت تبحث وأنا بدأت مباشرة بملازمة الاستغفار 2400 مرة يوميا، والشركة تبحث وتقابل وأنا مصر على الاستغفار، ومع الوقت صارت تقدرني أكثر وتحسب لي حساب، وبعد سنة وشهرين زادت الشركة بزيادة لا يمكن أن أتخيلها أو يأخذها أحد في الشركة إلا إذا كانت ستنتقل من شركة إلى أخرى، لكن مع الوقت طبعا الله فتح عليه هذا الأخ وبقي في الشركة، صار له مكاني في الشركة، هذا بلزوم الاستغفار بعد أن كانوا يعني يبحثوا عن واحد يبدلوه، بدين واحد أرخص أجرا وذو كفاءة عالية أفضل منه، لكنه بلزوم الاستغفار الله يعني ثبته في هذه الشركة. لكن بيقول لكن مع الوقت انشغلت بحفظ القرآن وتركت الاستغفار تقريبا، وبعد سنة ونصف فصلتني الشركة للأسف، وصار لي فرصة أرجع أراجع نفسي وحساباتي وأرجع الاستغفار بقوة. ما يحفظ كتاب الله، قصة أخونا إدريس حافظ لكتاب الله، قصة أختنا الحافظة لكتاب الله بالعشر قراءات مع الاستغفار، قالت أول يوم استغفار كان فرج، حافظ كتاب الله عشر قراءات، أول يوم استغفار كان فرج بعد من أخذت سورة البقرة أربع مرات. نعم احنا قلنا اربع مرات لربما شهر ونص، وثلاث مرات لربما شهر ونص، وانا هذا الترتيب اللي انا اخذته صدفة، وسنة ونص تقريبا، سنة ونص مرتين
بعدين استقريت على مرة، مرة واحدة في اليوم، كل يوم بقرأ سورة البقرة. لكن لا أفوت البيت، لا أفوت البيت أكثر من ثلاث أيام، ثلاث أيام يعني أقل من 72 ساعة. لا أفوت البيت، ممكن في دار أهلي، في المحل، هكذا. فهذا الأخ ترك الاستغفار، ضاع شغله. جماعة الصحة، أنا أقرأ سورة البقرة منذ زمن 28/9/2019. الله طبعا أنا 2015 خلصت الاستغفار، 2015 خلص موضوع الاستغفار تبعي، قضى الله عني دين 8000 دولار، أبطل سحر، أموري تحسنت الحمد لله رب العالمين، انتهى الموضوع 2015. ب 2022 28/9/2019 أخذت سورة البقرة، 28/9/2019 أخذت سورة البقرة لوحدها، فيش استغفار، فيش استغفار. استغفار رجعته بفضل الله في رمضان 2022، رمضان 2022 بعد ما كنت أنا في مصر الحبيب وكانت انتهاكات، وقلت هذه أمة يعذبها الله بذنوبها، والله لو هذول ذهبوا لجاء الله بصراصير تعذبنا على كثرة ذنوبنا. نحن قوم لا نستحي من الله، ندعي حب الله ولكننا نتفنن في معصية الله، نتفنن. والذي يعلم كيف يعني عنده العلم ما عاش الآية حتى يبلغ هذه الشباب كيف الخلاص. ما بنفع الطبطب لي وإحنا بذيل الأمم وبكرة ربما نتشرد شربة ماء لا نستطيع أن ندخلها لغزة، شربة ماء كل الأمة لا يريدها الله منا، هيك افهمها. لكن إلزم الاستغفار، عسى الله أن يغير. فسورة البقرة فيه من عاد لي وليا، هذا الحديث لازم تعيشه دائما، تعيشه تحطه من عاد لي وليا، يعني عشان أنا الله يدافع عني ويحفظني، وكفى الله المؤمنين القتال ويدافع عني ويقاتل عني الله ويحميني ويحفظني بكل حفظه، لازم أعيش في هذا الحديث. من عاد لي وليا، يعني إذا أنا كنت ولي من أولياء الله، الله اللي بده يحارب عني. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضته عليه. ما هو الذي افترضه الله علينا؟ نعم أنت بتظن الصلاة والصيام والحج والزكاة وانتهى الموضوع، والصلاة كفارة للصلاة ورمضان لرمضان. هل أنت يعني شايف هذا كلام صح؟ هذا صح لمن غفر الله له بعد مطر الاستغفار. من لزم الاستغفار وعرف الله وصار يعرف الصغيرة والكبيرة ويراقب الله بالليل والنهار، ومش مش بيعها، مش بقعد بحفلة العرس وعلى الأرجيل والشيش ليل نهار، وبالآخر بروح بيصلي وهذا صلاة للكفارة للصلاة الثانية، أي يحلم ويحلم. وإن قرأ سيد الاستغفار ألف مرة يحلم، إذا لم ينتهي ليس له عند الله شيء. هذا الطبطب ما بنفعكاش، بدك تعالج، بدك تحيا حياة طيبة كريمة، بدك عزي وكرامي، بدك رزق، بدك صحة، بدك قوة، بدك تمكين، بدك تتوب وتراقب الله في الليل والنهار وتخافه. مش يلا، مش أصحاب أنت والله جل في علا. مش من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ما تقرب لي عبدي أحب لي مما افترضت عليه. لكن كل ما نهاك الله عنه وأمرك هو من الفرائض الذي يعينك على تحقيق أنك تنتهي عن الإباحيات سورة البقرة، تنتهي عن الربا سورة البقرة، تنتهي عن التدخين سورة البقرة، تنتهي عن قطيعة الأرحام سورة البقرة، تنتهي عن الأنا وحب الظهور سورة البقرة، الذي تنتهي عن انبطاح تحت شهوتك سورة البقرة، هي التي بفضل الله تشلحك كل هذا. فهمت؟ فهمت شو معنى كلمة سورة البقرة؟ تستحضر ولا بستحضر؟ ما انت بتعرفش شيء عن سورة البقرة، انت فقط تقرأها، ربما حافظها، ربما انت حافظ كتاب الله ولكن لا تعرف شيء عن سورة البقرة. هذا اللي أقول لك إياه، ردد سورة البقرة، وإذا بأسبوعين ما تكشفت لك سورة البقرة ارجع عندي أرددها أربع مرات كما رددتها أنا، هيك الله بيّن لي إياها. معانا إخوي سنين مع سورة البقرة مرة، والحافظة لكتاب الله معها سورة البقرة، لكن كانت تقرأها مرة، لكن عندما قرأتها أربع مرات تغير الحال،
تغير الحال مع الناس كثيرين. بدك تظلك تجادل، خليك جادل، خليك على اللي انت فيه، خليك ساقط، خليك في ذيل الامم. بدك عنب ولا بدك تقاتل الحارس تبع العنب؟ ثبت ولم يثبت مش راح ينفع معك شيء. كل اللي ثبت معك وصلنا الى ذيل الامم. كل الذي جئت به بينا اياته تضطربنا في الكلام، وصلنا الى ذيل الامم. انا مديون، انا مهموم، انا مكروب، مش عارف اخلص حالي، وانا لست في بلاء لاني انا اكل ربا واكل حرام، وانا لربما اباحيات، ولربما زنا، ولربما غناء، ولربما مش مخلي شيء، وبالاخر تقول لي بلاء. فصورة البرق ستشلحك كل شيء حتى تصير تيجي تجيب ثمار معك، النافلة، تأتي الثمار بالنافلة، النافلة تأتي بثمار. ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. شفت وينت النافلة ينفعتك؟ ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإن حببته كنت سمعه الذي يسمع بي، وبصري الذي يبصر بي، ويدي التي يبطش بها، ورجلي التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. هنا تعرف الله، هنا لئن سألني لأعطينه، تعرف الله، ولا استعاذ لعيدنه. هكذا نعرف الله من خلال سورة البقرة والاستغفار، آيتين توأم إن مزجتهم مع بعض. لا تترك الاستغفار أبدا ما حياك حييت، لا يترك الاستغفار، هذا تعظيم. الاستغفار هو تعظيم الله، في شيء ثاني بتعظم الله فيه؟ الاستغفار. التعظيم يأتي في الاستغفار، لأنك أنت لما تستغفر تطلب المغفرة. ليش؟ لأن الله في عنده نار. فإذا أنت ما عظمت الله في هذا الاستغفار، أنت ربما تدخل على النار. فإخوتي الكرام، نبقى في الكلام والأم في ذيل الأمم، والله قد يسلط الله علينا صراصير تأكلنا. نعم نعم نعم، سلط على قوم فرعون القمل والجراد والضفادع، سلط عليهم الله. ونحن والله إن إحنا إذا بنبقى هيك يا جماعة، تعرف أمقت إشي على الله؟ بقول لك الفقير المتكبر أو الغني البخيل. فقير ومتكبر يعني، وإحنا أمي في ذيل الأمم وبنرقص وبنغني، حالتنا صعبة يا جماعة. تقول سكرانين إحنا؟ تقول إحنا أقسم بالله سكرانين، مسحورين، سحرونا. عشان هيك لربما إذا في علينا أصحار من الغير، لربما إنه الله يبطلها في سورة البقرة، لأنه لا تستطيعها البطلة. سيتها بتصحصح، أنت بتشوف شو بيحولك، لأن هي البصيرة، البصيرة موجودة في سورة البقرة، الحكمة موجودة، حسن التوحيد، حسن التوكل على الله، الحكمة، عقلك المدبر، سورة البقرة. نعم الولاية لا يمكن أن تمر إلا من خلال سورة البقرة. بده يكون عند من يظن إنه هو الجواب لهذه الشباب، كيف السبيل حتى نخلص؟ مش أنا إذا بعرف 10 معاني لكلمة أسد معناها نصرت من الأم الرائدة، مش أنا إذا بعرف قواعد اللغة العربية كلها معناها أنا كنت من الأم الرائدة، وهذا كلها مطلوب، لا نعيبه. لكن أول شيء الرسول صلى الله عليه وسلم علم أصحاب التوحيد، التوحيد معرفة الله، عشان يخافوا الله، عشان يراقبوا الله، مش بايعينها، مش بايعينها. بوجهك إشي وقفاك إشي، فيش عند الله جل في علاه، بس إحنا هيك بنعمل أمام الناس. ما شاء الله علينا، بيننا وبين الله إسا فيلم إباحي، خلينا كيف، أرجيل ودخان وكل شيء، هكذا. الله يرضى عليكم، يبارك فيكم. الدين يقضى بالاستغفار ومعرفة الله بالاستغفار وسورة البقرة والتوبة والرجوع، وكثير من السقطات التي فيك سورة البقرة بإذن الله كفيلة من فضل الله يعني فيها وأسرارها أن تشلحك كل هذه السقطات، وتلبسك ثوب التقوى الذي من خلاله إنما يتقبل الله من المتقين. واتقوا الله ويعلمكم الله، فهمت؟ مين اللي بيعلم؟ الله. بالتقوى الله يتقبل، بالتقوى القلب سليم، بالتقوى في خشوع في الصلاة، بالتقوى أنت مراقب لله، ولا أنت بيحها ومش عارف. تعبد الله أسبوع شادد حالك، والأسبوع الثاني انتكاسي، وهكذا.
نعم في البداية في مراحل لسورة البقرة منقول الأمر يعود لله، الأمر كله لله، يعود لله. متى إن شاء الله أن ينشر هذا الكلام أو يوسع نطاق هذا الكلام حتى تأخذ الناس فيه وتحب هذا الكلام وتبدأ تستغفر وتقرأ سورة البقرة؟ أنا دائما قلت بفضل إن نستغفر في البداية، لأنه نور الله وهو القرآن لا يهدى لعاصي. أول إشي مستغفر عشان يجي هوين علينا، مش معناها لا نقرأ القرآن. إلا أنا ما قلتش بلساني، مش مع إذا قلت لك تقرأش قرآن فقول أبو أحمد قال تقرأش قرآن، لكن إن ما قلته مش تقول إن أبو أحمد قال ممنوع تقرأ قرآن فقط سورة البقرة، ما تقولني ما لم أقل. لكن أنا مش بث مباشر، واحد بيسأل هون واحد بجاوب من هنا، هنا عندي توقيت بحاول إني أختصره قدر المستطاع عشان أطلع فكرة كاملة كيف نتعامل مع الله. أفرش سجادتك في أول الصلاة، ابدأ راقب الله، إلزم الاستغفار، اشغل هذا الذهن كله بالاستغفار، استغفر الله، اشغله، خليش الشيطان يبقى عنده ثاني من الوسواس. حتى إن الله بهذه التنظيف هذا يبدأ يشيع نور هذا القلب. نعم، عندما يبدأ يشيع نور هذا القلب الذي هو أسود مرباد كالكوز المجخية التي لا يقر معروف ولا ينكر منكر، متبلس ولا فاهم شيء، بشوف الغلط ومتبلس، يعني مش فاهم. إن تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. نعم، لا يقر لا ينكر منكر ولا يقر معروف، هيك زي السكران. الله يهدينا ويرضى عليك ويفتح عليك، اعملوا لا تنتظروا فقط قضاء الدين، اعملوا على معرفة الله، لأنه بمعرفة الله أنت ابن الملوك، أنت سيد الكون، أنت هذه الدنيا بتستاهلها. عندما سورة البقرة بترجع لك الأخلاق التي يريدها الله منك، ولتصنع على عيني بسورة البقرة، أقسم بالله ستصنع منك سورة البقرة ولتصنع على عيني، على عين الله جل في علاه كما يريدك الله، سقل يسقلك الله فيها، ما بتحس إلا أنت هواك ليس الهوى الذي كان في الماضي، هواك الذي كنت تركض وتلهث ورائه تغير. لكن اتعب، الطبيب بيتعب لما بيتعلم بده شهادي، مش يما ويما ويابا وينك يما، انا هجموا علي شياطين، وين الرجال، اين الرجال، الله قريب، ابدأ توجه الى الله. نعم، الله بده يبين لك حقيقة هذه الاسحار، عشان هيك بتهجم الشياطين، ولا بقول لك فيش هجوم الشياطين، قل له انت بتعرفش شيء عن الاسلام ولا عن الدين، كل هذه الآيات التي تليت في كتاب الله معناها أنت بتعرف شيء. فعلينا، الله بده يبين لك، الرسول صلى الله عليه وسلم سحر عشان الله يبين له شو معنى كلمة سحر، والعين كل شيء مجبور كمسلم تعرف شو معناها، مش معناها باللغوي، معناها حقيقة شو عملت فيك وحقيقة كيف عالجتها وخلصت منها. الله يبارك فيك ويرضى عليكم. الكلام عن الله جميل جميل، والله بيحب عباده، لكن عباده اللي يستحوا منه، مش عباده اللي مفكرين انه صاحبهن بيعمل شو بدهن، وبالاخر الله غفور رحيم، الله الله بيرحمنا الله، وبتلاقيه عنده امراض وديون ركبته وهم راكبه وبطبطب لحاله، الله غفور رحيم، والله لا يمسكك ربنا غير يدبك في جهنم. اذا انت يا رسول الله أن تصوم النهار وتقوم الليل لكن تؤذي جيراني في لسانك، قال لا خير فيها في النار. وحديث المفلس كأنك أنت مفلس، بتسب وتشتم وقاطع رحم أكل ربا وهكذا، وبتقول الله يا غفور رحيم. لا يا أخي، يا أخي لو تعرف شو حديث القنطرة، روح اكتب بجوجل حديث القنطرة، ستعرف أن المفلس بعد ما ينجو من الصراط بده يعلق رد الحقوق. هناك يقع كثير من اللي نجوا عن الصراط. علينا أن نخاف الله ونراقب الله. إحنا مش رايحين نصير ملائكة، ولكن مش بايعينها. يعني إذا خدت مني دولار واحد وأنت عارف حالك إنك اختلست مني، لازم تخاف، لازم مش تخافش مني بس بتخاف من الله. إذا أمسك على هذا الدولار وأنت سارقه مني،
او اني انا رجعت لك شريت من عندي ورجعت لك بالغلط وانت عرفت ولهفته، لازم تخاف، واذا ما فيش مخافي راحت عليك. فالكلام طويل، ولا تأتي مع لا تأتي معرفة الله بدون خوف، لا تأتي معرفة الله إذا لا تخاف الله ولا لا تراقب الله ولا تعمل حساب للصغيرة والكبيرة. يعني طبعا لا تقترف الصغيرة حتى، تحاول وانت عارف لما بتذنب استغفر الله. انت عارف، نعم، لما بتنظف حالك من كل هذه التراكمات ممكن إذا الذنب الذي أذنبته الآن إنك أنت تجرأت الله بشيء، مثلا مرت وحدي من أمامك ثم نظرت فقل استغفر الله، تستحضر الذنب، استغفر الله ليش عملت هيك، ليش استغفر الله هيك، نعم. أما إذا استحضر كل ذنوب الماضي لربما ثلاث أرباع إباحيات، كيف بدك تستحضرها؟ يعني ترجع الفيلم بعينيك؟ هذا كلام. تستحضر قلبك، أنت لا تملكه، هذا القلب ملك الله، إن القلوب بين أصبعي الرحمن يقلبهما كيف يشاء. ولو كان تملك قلبك لخشعت في الصلاة. فقلوب ملأ بالذنوب لا يمكن أنها تحضر لا بصلاة ولا بصيام ولا بشيء. فكل هذا كلام كلام كلام، بكفي كلام، بكفي طرب، بكفي تنميق للكلام والخطب علينا أن نعمل. التطبيق لا يمكن أن تستطيع أن تطبق أنت أي شيء بدون سورة البقرة من أوامر الله. بقدرش، أنا بقدرش، لا أستطيع لوحدي، لا أستطيع. يا جماعة هذا اللي بدي أفهمك إياه، أنت لا تستطيع أن تطبق أوامر الله. والله بقول لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله بيعطيك تتكلف نفسك أنك تقرأ سورة البقرة وهو بيطبق لك الباقي. فهمت؟ أنت تقرأ سورة البقرة، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فوسعك أنك تقرأ سورة البقرة والباقي الله بيطبقه جزاء من عنده، أنك أنت تستطيع أن تعبد الله كما يحب الله ويرضى وتكون على الخلق الحسن وما تكونش حسود ولا حقود ولا بهمك وزاهد فيما عند الناس ولا بهمك الناس ولا تلهث وراء هذه الدنيا بسبب سورة البقرة. وصلات سورة البقرة مسكين، يعني أنا اللي بينته للناس الحمد لله رب العالمين أخذوا محمل الجد وجدوه، يعني أنا مش مستثنى، يعني أنا مش أنا الولي والله تركه، لا لا. ولئن أشركت ليحبطن عملك. سورة البقرة في يعني بحر من العلم، بحر من المراقبة. والله يا جماعة لو بقينا والفضل كل لله نتكلم عن سورة البقرة وعجائب سورة البقرة وفضل الله وكيف أنت مراقب، وأنك أنت في هذه الدنيا عليك وظيفة، أنت عليك وظيفة. إذا كنت وظيفة أب وأنت بتشتغل في الشركة، أنت بتشتغل عند الله، أنت بتشتغل هنا عند الله أنك تكون أب وتكون يعني عندك عندك لو ربما عندك دكان والدكان مزدهر، لكن أنت مؤتمن على كل شيء، أنت بتشتغل عند الله، كل شيء هنا لله. تعرف تقول هاي ولا لا إلك؟ أنت تقول إلي، الله أعطاك إياها بعدين يسألك عنها، صح؟ فكيف بدها تكون إلك هو يسألك عنها؟ كل شيء لله، فهي بدك تعيشها مع سورة البقرة، بتعيشها. بدون سورة البقرة لا يمكن انك تعيش، انك انت فيش لك اشي. اكلت وشربت ولبست، هذا هو رزقك، الباقي كله جميع لغيرك. الله يهدينا ويهديك ويفتح علينا وعليكم، واسأل الله العلي العظيم ان تصل هذه الرسالة، فالقضاء الدين يكون بالاستغفار والتوبة والرجوع، لان الله الذي ركب علينا الديون والهموم والكروب والغموم والحروب بسبب ذنوبنا. أنا ما في معي مشكلة مع عدوي، مشكلتي مع الله. ما في معي مشكلة مع الديون، مشكلتي مع الله. ما في معي مشكلة مع المرض، مشكلتي مع الله. إذا بتفهم هذا الكلام اصلح ما بينك وبين الله، سيذهب الدين وسيذهب المرض وسيقضي الله على يهلك عدوك. والذي أهلك عاد وفرعون والمؤتفكات كلهم الله أهلكهم. نعم، ما سمعنا أن الأنبياء أهلكوا أقوام، ما سمعنا أن الأنبياء أهلكوا أقوام، لكن الله أهلك أعدائهم، وهكذا سيفعل الله جل في علاه لئن تبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني الحمد لله، يعني الحمد لله إن شاء الله أنشروا هذا الكلام، هذا كلام مهم جدا يصل إلى مشارق الأرض ومغاربها، نعم، وإلى مشايخنا إن شاء الله،
وهم تاج رؤوسنا، لكن لربما غاب عنهم انشغلوا في العلم وتركوا سورة البقرة أو حفظوها فقط. عندما تكرر تبدأ أنوارها تشع، أنوارها تشع، علمها يخرج بفضل الله، ما كذا هي، ويقبل النصيحة. نعم، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى بها. شباب المسلم ضايع مش عارف يخلص، نعم تقول له أخلص، مش قادر أخلص، ما أنا مش قادر أخلص، سورة البقرة بتخلصك. لما توجهني يقرأ سورة البقرة وردد سورة البقرة وأكثر من قراءة سورة البقرة، ستخلص من كل شهواتك الحرام، وستبدأ أمة. يعني أنا أرى بوادر خير والله يا جماعة، الذين يتدافعوا على هذه القناة يريدوا أن يشاركوا في نشر هذا الكلام على PDF، على قنوات، على جروبات، ما شاء الله تبارك الله. وأنا لا أتدخل، بسمع، وإذا واحد بده يشارك واحد يساعد هكذا أمر الله. قال وأين يبلغ صوتي يعني الله جل في علاه؟ يقول يا إبراهيم أذن في الناس، قال وأين يبلغ صوتي؟ وموجود بصحراء، قال عليك النداء يا إبراهيم وعلينا البلاغ. البلاغ على الله جل في علاه، احنا من أدي بلغوا عني ولو آية، والله بنشر هذا الكلام، ومن أراد الله به خير سمعوا هذا الكلام، ويعود الأمر كله لله وليس لي من الأمر شيء. لا والله، والله لا أرد فضل هذا إلا كله 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 لله ولا إلي شيء. لو أراد أن ينطق الله حجر لأنطقه بكل حرف نطقته. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وعرفوا إنك أنت عدو نفسك وعدو الأمة. نعم، إذا لم تتوب لا تشير لأي واحد من خارج الأمة أنه عدو للأمة، إحنا أعداء الأمة، نحن أعداؤها، ونحن أعداء أنفسنا وأعداء أولادنا وأزواجنا وذرياتنا، كل واحد فينا، يعني كل واحد فينا إذا لم يتوب ويمسك المسبحة ويبدأ بالاستغفار بالليل والنهار، فهو الذي خرق الخرق في هذه السفينة، سفينة الإسلام. لا تكن منهم، لا تكن منهم الذين يخرقون بالليل والنهار في سفينة الإسلام. وإن تتولوا والله سيستبدل الله قوما غيرنا، ولا يكونوا أمثالنا، لا يكونوا أمثالنا. نعم، سيفتح الله على قوم آخرون، يقذف في قلوبهم حب الله، ويمحقنا محقا. نعم، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. امسك مسبحتك، افرش سجادتك في وقت الصلاة، أحب الأعمال إلى الله الصلاة في وقتها. وما بكم من نعمة إياك أن ترده لغير الله، هذا هو الشكر. شكر مش تقول شكرا يا الله شكرا يا، نقول الحمد لله. هاي رد فضل الله لله، هذا أكبر إشي بتعمله أنت، وقليل من عبادي الشكور. ثم خليك على ذكر، وهنا نعرف كيف نتعامل مع الله، لأنه سورة البقرة المعلم، الأم المربي سورة البقرة، بتعرف تتعامل، فالله بيحفظك فيها، أنت محفوظ، لبسك فيها ثوب التقوى. وسورة البقرة كلما زدت في قراءتها، يعني سنة سنتين ثلاثة، كلما زاد اليقين، العلم، المعرفة، الله، التعامل مع الله، فتح الله عليك أبواب ما كنت أبدا تظن. والله ما ظننت يوم أني يكون عندي منبر وفي ناس تسمعني، والله ما خطر على بالي، لكن كان عندي أمل يوما ما إن الله يعني يأذن لي الله أن أبصم بصمة في الإسلام يرضاها لي. وها الحمد لله، إن شاء الله أنها بتكون بصمة في الإسلام يرضاها لي. ولربما هناك من يأتي لك ويقول لك كل كلام فارغ، هذا الكلام كله يقول لك كل كلام فارغ، بده فقط يحفظ كتاب الله ويحفظ الأربعين نووية، ويجي يلقي لك إياه، يعطوه منبر ويئم فيك كالغنم، يعني غنم واقف وراي وأنا بس بئم فيكو، بطلع المنبر بخطب بسمعكو كلام، تطربوا وبتروحوا، وإحنا ما فيش ولا عمل ولا شيء في هيك بدين. خلص أنا طليق اللسان، أنا يلا، وبصير يفتح ويفتح، ولكن المصلين يمكن نص النايم، كل واحد مشغول بهمه، كل واحد تعبان،
الهموم، البيت زي النار، جهنم في بيته، الأمراض، أسقام، ديون، كرب، هيك بيطلع. في ناس كثير بتسافر تتفرج عن حالها ومديونة، هي خربانة بيوتها. في ناس كثير بتغير أثاث البيت وهي مديونة، عشان بتتغير بتتساوي شيء مش عارف كيف تخلص، فبيفكروا هيك. تو أخي الكريم، سبحتك واستغفارك لا نعيب العلم، ولكنه لا يمكن أن يؤتى العلم إلا، واتقوا الله ويعلمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتقوا الله ويعلمكم الله. أنا بدي الله يعلمني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.